من كندا، من مونتريال، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في قناة فاتي ديليس. أزول في اللون نندم مثل ما يسمى غيث مثلا. جاسبر كو تو الموند فا بيان. إذا كما صارت العادة دائما مع الوصفات، اليوم جبت لكم وصفة خفيفة وظريفة اللي هي لابريوش أو بوم. إذا واش يلزمنا باش نديرو هاد لابريوش؟ إليكم المقادير التالية. الوغ يلزمنا 500 غرام فرينات دوزاج، 250 غرام تاع حليب ومادا بيكم يكون شويه دافي. انا عندكم 100 غرام تاع سكر كريستاليزي، 100 غرام تاع مارغارين، زوج حبات بيض، وانا عندكم ان بوبري 20 غرام تاع لا ليفور سيش دو بولونجي بيان سور، وانا عندكم لا فخاش سي انكور ميو. هنا عندكم ان بوبري 8 غرامات تاع ملح، وهنايا ان بو دو زيست دو سيترون. وللحشوه تاع هاد لابريوش هاديا الى قلكم لا كومبوت او بام، هادي ديجا درت لكم عليها ان فيديو في لا تارت او بام، دونك راح نخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. دونك هنايا درت لي بام جي زي ابلوشي كوبي اون بيتي دي، ودرت لهم شويه تاع لا فيكل دو مايي، شويه تاع دو جو دو سيترون، شويه تاع السكر، شويه تاع الماء، وخليتهم على نار هاديه يطيبوا شويه وشويه قرفه بيان سور. خليتهم يطيبوا ان بوبري واحد 10 مينوت جوست تشوفوا لي بوب تاعكم يولوا شويه طريين سي بون. ومن بعد جو لي زي ايغوتي، نحيت لهم هذاك الماء و جي ريزيرفي جوست لي بوم. دونك نروحو دوكا نبداو نديرو لاباط ديالنا. هاد لاباط هادي مادا بكم يعني ديروها بلو باتور، واللي ما عندهاش الباتور ديرو بلو بيترين، مي تقدروا ديروها باليدين، مي سي ان بو يعني لاق يعني تعجنوها بيان كوم يلفو. فوالا دونك نروحو نبداو نديرو هاد لاباط ديالنا. دونك نديرو دابور لا فارين، هايليك نزيدو لها لو زيست، نزيدو لها الملح، فوالا نزيدو بيان سور لا ليفور. دونك لا بريباراسيون تاع هاد لاباط ابريوش تشبه يعني بريسك كيما لابريوش درناها في الفيديو السابق. ها دونك نزيدو لو بليتو نزيدو لو سكر، نزيدو البيض. دونك هادو ندبروهم شويه باش نزيدو شويه تاع الحليب. دونك نزيدو الحليب كما قلت لكم، الحليب مادا بكم ديروه شويه دافي باش لاباط تاعكم تنتفخ لكم يعني رابيدمون كي نخلوها ترتاح. دونك ديروا 250 غرام تاع حليب، فوالا ونخلوها تدور. اذن اعزائي المشاهدين هاي ليك، دونك لاباط تاعنا تعجنت كما راكم تشوفوا، تجيكم شويه تتلاصق هاي ليك، فوالا دونك تجيكم شويه تتلاصق تاع باطا بريوش الا تكون هكذا يعني ما تكونش يابسه. دونك واش بقى لنا نديرو؟ نديرو دوكا لو بور اون ديرنيي، نخلوه يدور مع لاباط. كي نشوفو لو بور فريمون دخل كامل في لاباط، هنا وين نحبسو لو بيتخان ديالنا. يعني كي تشوفو لو بور ما تشوفوش كامل في لاباروا تاع لو بول، تما وين لاباط تاعنا تكون فريمون جاهزه. اذا نديرو لو بور ديالنا هاوليك، ونخلوه يدور حتى فريمون يدخل كامل في لاباط. الو فوالا كيما راكم تشوفون، دونك لاباط تاعنا راهي واجده، لو بور كامل دخل في لاباط. دونك دوكا نحيوها ونخلوها تخمر ان بو بري اون دومي اور ولا ساعه، يعني سا ديبون لا تمبيراتور دو فوتر بيس. دونك نديرو برك ان بو دو فارين ونحي لاباط ديالي. دونك هاد لو سالاد درت له شويه تاع الفرينه باش ما تلصقناش في لو فون دو بول. دونك هايليك نحي لاباط ديالي ونخليها تخمر لمده ان بو بري نص ساعه ولا ساعه. فوالا دونك تجيكم كيما راكم تشوفوا، تجيكم شويه تتلاصق هايليك. دونك نخلوها تخمر، كي تخمر نعاود نرجع لكم. اذا اخواتي هايليك، بعد ما نتفخت لنا لاباط خليناها تخمر حوالي يعني قريب ساعه، دونك نحيولها هاد لي غاز
Et on va commencer à façonner les brioches d'Yaouna avec. Donc, on doit d'abord fariner le plan du travail avec. ناخذ يعني نص تاع الكميه هايليك نحلها بلو غولو هنا دونك يعني السمك تاع لاباط ما يلحقش يكون فريمون خشينه باسكو ما تنساوش رايحين نديرو يعني نديرو اون رونديل لتحت ونزيدو نغطيوها افيك اون اوتر رونديل دو بات دونك ما يلحقش تخشنوها بزاف اوكي ليك لابات ما يلحقش تحلوها يعني خشينه تكون متوسطه فوالا كيما راكم تشوفو لابات ما درتهاش بزاف خشينه دونك رايحين نديرو افيك ان بورت بياس رون كيما هذا ولا ديروا بالكاس ولا بلو بول يعني واش عندكم نتوما اون بورت بياس اون دونك نديروا دو رونديل حنوري لكم كيفاش نديروا اون فا ميتنون دابور فاصوني دي اون بورت بياس هكذا دي رون هايديك تحبوا تكبروهم تحبوا تصغروهم يعني هذا يرجع لكم نتوما هايليك كيفاش تجيكم ويعني لاباط ما تجيش بزاف خشينه كما راكم تشوفوا هايليك دونك نحطو هنايا لي روندير تاعنا نوجدوهم ومن بعد نديرو نوتخ كومبوت هايليك فوالا بون راح نوريكم كيفاش نفاصون نفارين دابور لو بلان دو ترافاي كي تشوفوا لا روندل تاعكم يعني سي ريتريسي ان بو دونك كونت ات ريتريسي ان بو راح ترجع لكم شويه خشينه دونك نزيدو نحلوها شويه بالغولو ماشي بزاف يعني ماذا بكم ما ديرهمش خشان بزاف باسكو رايحين نديرو دوبل روندل يعني نديرو هادي وحده لتحت وحده نغطيو بها من الفوق فوالا ندير شويه تاع البيض كامل في لو كونتور باش كي نزيد عليها لوتر رونديل دو بات تلصق لنا هايليك كما راكم تشوفوا دونك ندير لا كومبوت تاعي اللي كنت ديجا حضرتها دي شويه هنا في الوسط ما نديروش بزاف سينو تخرج لكم كامل في لي كوتي دونك ندير شويه هنايا في الوسط هايليك نحكم لوتر رونديل دو بات نفتحها شويه هكذا ماشي بزاف نفتحها غير شويه وندير لها تفتحات بلو غولو يعني في الوسط هكذا ثلاثه ولا اربعه يعني كيما تحبوا هايليك تحلوها هكذا ومن بعد نحطوها من الفوق كوم سا Et on essaye de souder كامل les contours باش ما تنفتحناش et on va légaliser bien sûr toujours avec l'emporte-pièce باش يجينا vraiment une rondelle مسقمه تاع la brioche voilà هايليك نوريها لكم نحيوها يعني تتحصلوا على اون بريوش اوبون هكذا كيما راكم تشوفوا يعني تجيكم فريمون متحوفه ومسقمه ونحطوها ونحطوها بيان سور سور اون بلاك هكذا كيما راكم تشوفوا باش نخلوهم يخمروا نزيدو وحده توجور كيما قلت لكم نحلو شويه لاباط بالغولو باسكو كيما قلت لكم ما يلحقش تكون فريمون خشينه ها اون دو توجور فاصو لو
نديروا لا فارين سور لو بلان دو طراي ونحلوها هكذا لا بات ديالنا غير بالعقل. هايك نديروا البيض في لو كونتور هنا شويه تاع لا كومبوت هايك نزيد نحل لا بات الزوجه نفتحها شويه بالغولو هيك وندير لها ثلاثه ولا اربعه فتحات بلا غولات هكذا ونحطها من الفوق اي جو سوت كامل لي بور فوالا اي اون ديرنيي نجوز لها لون بورت بياس باش نيغاليزيها كامل نحيلها زياده تاع لاباط هايليك فوالا كيما راكم تشوفوا ونحطوها توجور في لابلاك. اذا سيداتي راح نكمل هاد لاباط اللي بقات لي ونعاود نرجع لكم. اذا اعزائي المشاهدين هاهم ليك كما راكم تشوفوا كملت كامل لاباط ديالي دوك نخلوهم يخمروا حوالي نص ساعه ونعاودوا ومن بعد نروحوا نطيبوه. اذا اخواتي هايديك دونك نو بريوش او طلعوا خبروا لنا دونك نروحوا نديرهم ان بو تاع البيض من الفوق هايديك دونك اون باديجوني جوست ليجيرمون سور لا سورفاس. Le four à 350 degrés Fahrenheit, يعني ولا دوري تاع طيابهم يكون ما بين 25 حتى 30 دقيقه يعني ما يطولولكمش بزاف في الفور ومادا بيكم يعني ما تحمروهمش بزاف فوالا. دونك دوكا نديروهم في الفور بعد ما يطيبوا نرجع لكم. اذا اخواتي بعد ما جازوا 25 دقيقه على طياب تاع لي بريوش ديالنا نروحو نحوهم دوكا من الفوق هاونيك كما راكم تشوفوا طابو لنا تري بيان دونك نخليهم يبردوا ومن بعد نروح نقدمهم لكم في صحن التقديم. اذا اخواتي هم ليك لي بريوش تاعنا او بون كيما راكم تشوفوا طابو وجاو فريمون بيان دوري. انا درت لهم شويه تاع لو سكر غلاس من الفوق باش نعطي له شويه ان ديكور مي نتوما تحبوا ديروا لو جيل لا جولي ديروا لا جولي كيما تحبوا. الوغ هذه هي دونك راح نقطع لكم برك وحده وتشوفوها كيفاش عامله من الداخل. ناخذ هذه باغ اكزومبل هايك دونك فوالا لي تري مويلوز شوفوها من الداخل كيفاش عامله يعني بنان يعني جربوها يعني كيفيه سهله ما تاخذش وقت. اذا هذه هي جربوها في الدار وان شاء الله تكونوا يعني فهمتوا كيفاش درتهم اليوم وان شاء الله يعني تنجحوا فيهم. وبالمناسبه حبيت نشكركم بزاف بزاف على التعليق راكم تخلوا لي في لي فيديو ديالي يعني هذا راكم تشجعوني بالبزاف وان شاء الله نكون في حسن ظنكم. اذا ما علي نقول لكم غير تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى ومع فيديو اخر والى اللقاء.